عملية زرع ناجحة لجهاز مساعدة البطين الأيسر تكللت بالنجاح وأنقذت مريضا يبلغ من العمر 68 سنة كان يعاني من قصور القلب المتقدم. توفر الخبرة والكفاءة لدى طاقم طبي بقيادة الدكتور محمد العمراني أخصائي جراحة القلب الذي يتمتع بخبرة 25 سنة في بريطانيا مكنته من إجراء العملية بالمستشفى الخاص الدولي بالدار البيضاء. هذه العملية تهدف إلى تمكين هذا المريض الذي لم يعد قلبه يعمل بشكل جيد من استعادة حياة طبيعية، فالعملية هي الخيار الوحيد الذي تبقى أمامنا بما أن العلاجات والأدوية لم تعد تؤتي أكلها والمريض اليوم في حالة جيدة. الكفاءة العالية للطاقم الطبي والتمريضي مكنت هذا المريض الذي لم يعد قلبه يعمل بشكل جيد من استعادة حياته الطبيعية. العملية حسب الفريق الطبي تطلبت عملا استغرق وقتا طويلا استمر أكثر من شهرين بهدف إعداد وتكوين الفريق الطبي وشبه الطبي وكذلك المريض وعائلته. لقد تم العمل على المستوى النفسي مع أفراد الأسرة لتوعيتهم وتدريبهم وشرح التفاصيل التقنية والرعاية بعد العملية الجراحية حتى يتمكن المريض من التعايش مع هذه المضخة دون مضاعفات. ويؤشر نجاح هذه العملية الدقيقة على ترصيد الخبرة لدى الأطر الطبية المغربية، حيث أجرى الفريق خلال 4 سنوات منذ عودة الدكتور العمراني إلى المغرب الذي يشرف على الفريق الطبي أكثر من 1500 عملية قلب.